هاي. تعتبر المشروبات الروحية من أكثر المشروبات استخداماً بالعالم بمعدل 36 مليار لتر بالنهار. هالكمية كافية لتعبئة 14 ألف مسبح أولمبي. ارتباط الناس بالكحول وثيق لدرجة إنه جسم الإنسان بينتج الكحول الخاصة فيه كل الوقت. الإيثانول هو نوع من الكحول الطبيعية يلي بتخلق نتيجة تخمير المواد العضوية بالجسم، وهو كمان موجود بالمشروبات الروحية. بجسم الإنسان تقدر البكتيريا الموجودة بالتم والأمعاء إنها تنتج الإيثانول داخل الجسم من خلال تخمير الكربوهيدرات بالجهاز الهضمي وإدخاله بمجرى الدم. بحسب الدراسات، بكل لتر دم عند شخص طبيعي وواعي في 0.8 ميلي جرام من الإيثانول. مين قال إنه الأشخاص اللي بيعانوا من ABS أوتو بروري سيندروم أو متلازمة التخمر الذاتي بيعانوا من وجود مستويات مرتفعة من الكحول بالدم من دون ما يشربوا بالمرة؟ أنا قال، شوفكم بكره.